السؤال اللي جاي سؤال سهل ولكن محتاج يبقى واحد حظه حلو وشايف الفيلم. سرعة البديهة. والسؤال هو في أي فيلم كرتوني ظهرت هذه الشخصية؟ لوكي. لوكي إجابة خاطئة. أنت قربت ولكن للأسف الشديد قلت الاسم غلط علشان مستعجل، كان لازم تاخد وقتك وتفكر. لوكي. لوكي؟ لا مش لوكي. لوكي أنا قلت له قربت. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة لوكا. من فيلم بص عبد التواب يعني كان نفسي احسبها لك صح. هارد لك. نتيجة في نهاية الفقرة ستيم المانيا 50 الشهيد أحمد عسكر العريش شمال سينا 25.